طيب مين الشخص المنوط؟ لا تخضع للفحص. أول حاجة الأعمال التي تشتمل على تخصص موضوعي غير تخصص الناشئ أو غير التخصص الموضوعي للناشئ أو غير ملائمة لإمكانياته التقنية. ثاني حاجة المؤلف وسمعته ومدى شهرته، المؤلف ده مشهور أم غير مشهور. ثالث حاجة كتب انتهت مناسبتها، يعني الكتب تم إصدارها في فترة معينة وبعد انقضاء تلك الفترة لم تعد لتلك الكتب أي قيمة. العمل المكرر أو العمل الذي نشر فيه تخصص موضوعي، تمام، تم نشر فيه العدد من الكتب، على عكس طبعا لو في موضوعات أو كتاب بيقدم أو بيتناول موضوعات جديدة وموضوعات متميزة. الكتب أو الأعمال المثيرة للجدل سواء كان سياسيا أو أخلاقيا أو دينيا. طيب بعد أن يتم فحص العمل ويوافق على النشر، لابد أن يقوم بإبرام عقد مع المؤلف تتحدث فيه صلاحيات كل منهم. طيب إيه هي عقود النشر بقى يا شباب؟ عقود النشر عبارة عن اتفاق مكتوب بين الأطراف المشاركة في عقد النشر. مين هم الأطراف؟ المؤلف والناشر، تمام؟ يعبر عن موافقة هذه الأطراف على صيغة محددة بيتم تحديد فيها حقوق وواجبات كل منهما تجاه الآخر وتجاه المادة موضوع التعاقد اللي هو الكتاب. قد يكون هناك أكثر من مؤلف، تمام؟ وقد يكون هناك طرف ثالث وهو المؤلف الثاني، وقد يكون هناك أكثر من ناشر، تمام؟ ليه بقى؟ لأن بعض الكتب بتتطلب إمكانيات خاصة، تمام، تتطلب وجود ناشر يدعم الناشر الأول. طيب إيه هي أهم العناصر اللي لابد أن يتم مراعاتها في عقد النشر بين المؤلف والناشر؟ أول حاجة إن عقد النشر يتناول كل التفصيلات الدقيقة حول عملية نشر العمل. في العقود المبرمة بين الناشر والمؤلف لا يعتد إلا بالألفاظ الصريحة الواضحة والتي يجب أن لا يترك فيها مجال للاجتهاد. ثالث حاجة إن العقد ده عقد تبادلي، حيث يلتزم كل طرف من الأطراف بمجموعة من الواجبات التي يلتزم بيها وبيمنحه مجموعة من الحقوق التي يحصل عليها. قبل التوقيع على العقد لابد أن تتم قراءته جيدا وفهم كل بند من بنود العقد والموافقة عليه. طيب أن يكون هذا العقد محدد المدة، يعني العقد ده مثلا ساري لمدة 5 سنوات من تاريخ إبرام العقد مثلا، تمام، أن هو يكون ملزم للجانبين، فمنذ انعقاده تترتب التزامات متبادلة على عاتق كل منهما اللي هما المؤلف والناشر. لابد أن تثبت كل معاملة بين المؤلف والناشر في عقد النشر، زي إيه مثلا؟ استلام النسخ والتوقيع عليها وموعيد استلام المبالغ المالية. طيب إيه هي محتويات عقد النشر؟ هنقول ان عقد النشر بيتضمن مجموعة من الواجبات والحقوق لكل طرف من الاطراف المشاركة في هذا العقد. طيب اول حاجة اطراف التعاقد اللي هم المؤلف او المؤلفون والناشر او الناشرون. طيب تاني حاجة عنوان الكتاب اللي هو موضوع التعاقد واللي بيحدده المؤلف وبيوافق عليه ورقم الطبعة. تالت حاجة مدة التعاقد، حيث لابد أن تحدد مدة للعقد وتمثل الفترة التي يتنازل فيها المؤلف عن حق النشر مؤقتا للناشر، وبعد انتهاء مدة التعاقد
النتائج التي يرغب في توفيرها المؤلف في العمل، وشهرة المؤلف وغيرها من الأمور الأخرى. طيب، جرى العرف أنه من حق المؤلف أن يحصل على خصم عند شراء نسخا من مصنفه تتراوح ما بين 25-30% من سعر البيع للجمهور. تمام. طيب، دي بالنسبة للعناصر. 6، منح حق النشر أو عدم منحه. ده معناها إيه بقى؟ قد لا يمنح المؤلف حق النشر للناشر ويظل هو صاحب حق النشر، ويمنحه فقط حق إنتاج العمل مع احتفاظ المؤلف بمباشرة كافة حقوق التأليف والنشر والاستغلال المادي للعمل. وبالتالي بيؤجر المؤلف الناشر على مهمته في متابعة إنتاج العمل، ويحصل هو في النهاية على عائد البيع كاملا. معناها إيه؟ انه انا المسؤول عن العمل بتاعي، انت وظيفتك بس ان انت تنشر هذا العمل، وانا سوف اقوم باعطائك كافة المبالغ المالية، او اعطائك اجرك كامل على عملية ايه؟ انتاج العمل. طيب، تقول ملكية جميع المواد الخام التي تم الاعتماد عليها والتي تم استخدامها في الإنتاج إلى صاحب حق النشر، وإذا كان هو الناشر لا يجوز للمؤلف استخدامها إلا بإذن كتابي من الناشر، ولا يجوز للمؤلف أو الناشر استخدام أي من هذه التجهيزات بعد انتهاء العقد أو فسخه إلا بإذن كتابي من الناشر الأصلي يسمح له بذلك. طيب، البند اللي بعد كده تاريخ الإنتاج، حيث يلتزم الناشر بموعد محدد لإنتاج العمل وتوزيعه، وذلك طبقا للبرنامج الزمن المتفق عليه مع المؤلف، ووفقا لما يراه الناشر مناسبا لظروفه. عدد النسخ موضوع التعاقد، يجب الاتفاق على عدد النسخ التي سينتجها الناشر من العنوان موضوع التعاقد، وذلك وفقا لتقدير المؤلف الذي يعرف مسبقا الجمهور المستهدف من الكتاب، وتقدير الناشر الذي يعرف الجمهور واتجاهاته القرائية. طيب، بيجب تحديد عدد النسخ ليه بقى؟ من أجل محاسبة الناشر للمؤلف على مبيعات النسخ، وفي حالة مفاد عدد النسخ يتم عمل تعاقد جديد أو ملحق للتعاقد الأول يشار فيه إلى زيادة عدد النسخ بنفس بنود التعاقد الأول. طيب، يجب على المؤلف شروط المؤلف في النشر، لأن المؤلف غالبا ما يكون له تصور محدد بالشكل الذي يخرج عليه الكتاب. زي ايه مثلا؟ زي نوع الورق ووزنه وحجمه وتقنية الطباعة ونوع الغلاف وتصميمه وشكل العمل اذا كان ورقي او الكتروني ووقت صدور العمل وعدد النسخ. تمام. بعد كده شروط النشر في استلام العمل من المؤلف، وده الشكل هستلم منك العمل. تمام. سواء كان في شكل بخط الايد او يشترط كتابتها على اي برنامج من برامج التحرير. تمام. مع ضرورة وضوح اصول الرسومات والاشكال المتضمنة في العمل اذا كان العمل يتضمن مجموعة من الصور او الرسومات او الخرائط او الاشكال او الرسوم البيانية. تمام. محتوى العمل وما قد يشمله من أخطاء في المضمون أو اعتداء على حقوق الغير تعد مسؤولية المؤلف وحده، وهو المسؤول عنها. من أحد أهم العناصر برضو اللي بيشتمل عليها العقد. تمام. محتوى العمل وما قد يشمله من أخطاء في المضمون أو اعتداء على حقوق الغير تعد مسؤولية المؤلف وحده. تمام. وهو المسؤول عنها مدنيا وجنائيا، ولا توجد أي مسؤولية على الناشر، ويجب أن يضمن المؤلف للناشر أن العمل الأصلي لا غش فيه ولم يسبق نشره، وأن المعلومات الموجودة فيه صحيحة ولا تسبب الأذى لمستخدميه. طيب، البند اللي بعد كده أو العنصر اللي بعد كده مخالفة بنود العقد، يجب أن يتضمن العقد الإجراء المتخذ عند مخالفة أطراف التعاقد لأي من بنود العقد، وقد يكون بغرامة مالية أو بفسخ العقد. طيب،
طريقة التعامل المادي بين المؤلف والناشر وموعد المحاسبة والنسب المخصصة للمؤلف، وهما سيتم تناوله تفصيلا. وجرت العادة حيث جرت العادة على أن تتم المحاسبة مرة سنويا عند نهاية السنة المالية للناشر، إلا إذا اتفقوا على غير ذلك. طيب، النسخ الخارجة عن البيع، حيث يتم تحديد عدد النسخ التي لن تستخدم في البيع، وسيتم توزيعها على سبيل الإهداء من جانب المؤلف أو الناشر كنوع من الترويج للعمل حتى لا يتم تقديرها في عائد البيع. طيب، طريق أو طرق التخلص من النسخ فائض البيع. طيب، بعد فترة من نشر العمل قد يتبقى عدد من النسخ التي لم يتم بيعها. طيب، النسخ دي حق صاحب حق النشر، النسخ دي يعني من حق صاحب حق النشر، صاحب حق النشر وغالبا ما يكون الايه الناشر. طيب، ولان الناشر تاجر فان اختزان هذه النسخ والاحتفاظ بيها يكلفه ماديا. تمام. طيب، فبالتالي يجب أن يتم الاتفاق في العقد على سبل التخلص من فائض الطبعة، وغالبا ما يتم ذلك بعد انتهاء التعاقد أو قبل انتهائه بفترة قصيرة حسب تقدير الناشر. طيب، هيتم عن طريق ال... عن... عن عن أحد بيتم التخلص من النسخ دي، النسخ الفائضة أو فائض الطبع، بأحد الطرق التالية. أول حاجة إن هو بيردها للمؤلف ليتخلص منها بالطريقة التي ترضيه. تاني حاجة الاتفاق على إهدائها للمكتبات، وخاصة المكتبات الموجودة في مؤسسات تستفيد من موضوع العمل. تالت حاجة إتاحتها للبيع بشكل أو بسعر رمزي. رابع حاجة بيع الناشر لها بالوزن بسعر الرواكد، مع الاحتفاظ بنسبة المؤلف المنصوص عليها في العقد من المبلغ المتحصل عليه من بيع النسخ الفائضة. طيب، الإعدام عن طريق فرم الكتب في الأجهزة المخصصة لذلك. طيب، البند اللي بعد كده انتهاء عقد النشر. ينتهي عقد النشر بانتهاء المدة أو الفسخ لأي سبب من الأسباب، مثل مخالفة أي من الطرفين بأحد بنود العقد. وفي هذه الحالة بيحق للمؤلف نشر العمل لدى ناشر آخر، كما يحق للناشر الأول الاستمرار في بيع ما لديه من مخزون النسخ التي أنتجها. طيب، فسخ العقد أي إخلال بالشروط، إن أي إخلال بالشروط الموجودة في العقد يترتب عليه فسخ العقد أو دفع غرامة مالية، ويجب أن يعوض الطرف الآخر ويعلم بسبب الفسخ أولا، بعدها بفترة قصيرة يعد العقد مفسوخا وتحدد المحكمة التي ينظر أمامها. طيب، ايه هي طرق التعامل المادي بين المؤلف والناشر؟ في اكتر من طريقة للتعامل المادي. اول حاجة النشر على حساب المؤلف. ازاي؟ ان المؤلف هو اللي بيقوم بتمويل نشر الكتاب وتحمل كافة التكاليف، حيث يدفع تكلفة الطباعة والانتاج والتوزيع والتسويق وتكلفة ادارة عملية النشر نفسها للناشر، وبالتالي فعائد البيع كاملا بيعود لمين؟ بيعود للمؤلف، سواء بالمكسب او الخسارة. تاني حاجة الناشر يأجر المؤلف مرة واحدة. طيب، في هذه الحالة بيحصل المؤلف على أجر التأليف عند بداية التعاقد، ولا يحصل على أي مبالغ مادية أخرى نظير بيع النسخ، وبالتالي فإن العمل مهما حقق من مبيعات ومكاسب مادية لن يعود أي منها على المؤلف. طيب، الطريقة الثالثة الناشر يأجر المؤلف نظير بيع النسخ. طيب، يبقى خدنا النشر على حساب المؤلف، الناشر يأجر المؤلف مرة واحدة، الناشر يأجر المؤلف نظير بيع النسخ. حيث يتفق الناشر مع المؤلف على أن يحصل على أجره نظير بيع نسخ الكتاب، فيحصل على نسبة محددة من الربح بعد تغطية التكاليف الخاصة بنشر الكتاب بنسبة تتراوح ما بين من 40 ل 60% من سعر النسخة، وبيتم الاتفاق على النسبة وموعد المحاسبة في التعاقد. طيب، رابع طريقة الناشر يأجر المؤلف جزئيا عند التعاقد ونظير بيع النسخ. المقصود بالكلام ده ايه يا شباب؟ الطريقة دي بتجمع ما بين الطريقتين اللي فاتوا،
ما بين المميزات وما بين مميزاتهم وعيوبهم. طيب المؤلف بيحصل على جزء من أجر التأليف عند التعاقد، وبيحصل على نسبة من الربح بعد تغطية التكاليف تتراوح ما بين 10 لـ30% من سعر النسخة. طيب تكلفة النسخة، طيب لحساب تكلفة النسخة الواحدة بيتم إيه بقى؟ بيتم حساب كافة التكاليف المستخدمة في الإنتاج والتوزيع على عدد النسخ، أما التكاليف فيدخل فيها أجر التأليف والتحرير والتجهيز والغلاف والورق والطباعة والشحن والتوزيع والتسويق والتصدير والتخزين والنسخ المهداة ونسخ الإيداع القانوني ونسخ الهالك وعينات التسويق والفحص والرقابة وغيرها من الأمور التي تدخل في الإنتاج حتى يصل الكتاب إلى الجمهور. طيب إيه هي حالات التنازل عن حق النشر جزئيا؟ إحنا كلنا عارفين إنه المؤلف هو صاحب حق النشر العمل، وغالبا ما يتم التنازل عن هذا الحق جزئيا في حالتين اتنين. الحالة الأولى إن المؤلف للناشر لفترة مؤقتة، أو فترة إبرام العقد، الفترة دي المؤلف بيتنازل للناشر فيها عن حق النشر. تمام. الجزئية التانية إنه الناشر قد يتنازل عن حق النشر لناشر آخر وهو الناشر المساعد. الناشر المساعد تمام، ده ناشر آخر بيساعد في إدارة وإنتاج العمل. تمام. في الحالات التالية، أول حاجة إذا كان للعمل طبعة ورقية وأخرى إلكترونية، في لكل طبعة الناشر المنوط بإنتاجها. تاني حاجة، في حاجة اسمها الطبعة الشعبية والطبعة الفاخرة. تمام. المؤلف بيرى هو والناشر إنتاج نوعين من النسخ للكتاب، نسخة شعبية ونسخة فاخرة. النسختين نفس المحتوى، ولكن بتتميز النسخة الفاخرة بنوعية الورق والتجليد والغلاف الفاخر، وليها جمهور مستهدف وليها تكلفة إنتاج أعلى من الطبعة الأخرى الشعبية التي تستهدف جمهور آخر بنفس المحتوى، ولكن يمكن بيستخدم في إنتاجها أنواع أرخص في التكلفة. فبالتالي هنا بيبقى في ناشر للطبعة الشعبية وفي ناشر للطبعة الفاخرة. طيب النشر داخل الوطن وخارجه، إذا كان نشر العمل يستهدف توزيعه داخل الوطن وخارجه، فإن تكلفة التصدير قد تفوق تكلفة الإنتاج في دولة أخرى، فيعهد للعمل بالعمل لناشر آخر في الدولة أخرى. من برضو من العوامل اللي بتساعد على اللجوء للنشر المساعد، إن جزء من العمل بيتطلب إمكانيات تقنية معينة غير متوفرة لدى الناشر، فبيلجأ لناشر آخر متوفرة لديه هذه الإمكانيات والخبرة اللازمة لإنتاج العمل بالمواصفات المناسبة. زي إيه مثلا؟ زي الأشكال والأعمال الهندسية وأفلام والتسجيلات الصوتية. طيب يبقى إذن حالتين أساسيتين يمكن من خلالهم التنازل عن حق النشر. المؤلف بيتنازل عن حق النشر للناشر أثناء فترة العقود أو فترة إبرام العقد. تاني حاجة، الناشر بيتنازل عن حق النشر لناشر آخر في الحالات اللي احنا قلناها دلوقتي. طيب الرقابة على المصنفات، بعد موافقة الناشر على نشر العمل وقبوله وتوقيع العقد مع المؤلف، يجب التأكد من أن العمل قد حصل على موافقة الرقابة على النشر والحصول على إذن النشر. إزاي يا شباب؟ بيتم عرض العمل على الجهات المختصة لفحص العمل والتحقق من أن نشره لن يعرضه للمساءلة القانونية. تمام. خاصة إنه في بعض الأعمال بتتناول بعض الموضوعات الشائكة، تمام، في الدين أو الأخلاق أو السياسة. طيب لكل دولة أو في كل دولة في جهة مسؤولة عن الرقابة على المصنفات، بتقوم بفحصها من الناحية الدينية والأخلاقية والسياسية والقانونية. ده بينطبق على المصنفات التي بتنشر داخل الدولة أو التي ترد إلى الدولة من الخارج. طيب الرقابة دي قد تكون مركزية من خلال جهاز الرقابة على المصنفات، تمام،
أو قد تكون الرقابة لا مركزية، حيث تكون في دور النشر الكبرى أو المؤسسات الصحفية نظرا لحجم الإنتاج الكبير فيها. طيب، وحتى لا تتعطل حركة الإنتاج بسبب موافقة الرقابة، فإن الرقيب يكون في دار النشر أو المؤسسة الصحفية ذاته. طيب، إيه هي إجراءات الرقابة؟ أول حاجة منع النشر أو التداول. في هذه الحالة من مصلحة الناشر إن هو يمنع النشر قبل البدء في إجراءاته حتى لا يتكلف الناشر دون جدوى. تمام. تاني حاجة حذف أجزاء من العمل أو طمسها ثم السماح بالنشر. ده في حالة إن العمل بيشتمل على أجزاء منه، صفحات أو فقرات أو بعض الجمل أو الكلمات، فبالتالي بيتم حذف تلك الأجزاء أو الصفحات أو الفقرات. تالت حاجة تغيير عنوان الكتاب. في حالة إن العمل مناسب ولكن العنوان مخالف، فبيتم تغيير إيه؟ عنوان الكتاب. بعد كده مصادرة الكتاب من السوق بعد نشره. تمام؟ يعني بعد ما بيتم نشر الكتاب وإتاحته في السوق، بيتم مصادرته وسحبه من السوق مرة أخرى. مراقبة الإنتاج الفكري الوارد من الخارج، حيث من حق الرقيب منع دخول الإنتاج الفكري للدولة إذا كان مخالفا لقواعد الرقابة أو يحذف أجزاء منها أو يطمسها. هنتطرق برضو دلوقتي يا شباب لنقطة مهمة جدا، وهي مشكلات صناعة النشر. تمام، زي ما قلنا إنه موضوع النشر موضوع مهم جدا، تمام، وإن الدول بتولي اهتمام كبير بالكتاب وصناعة الكتاب، تمام، لما له من دور في تشكيل عقل وفكر المجتمع وبناء الحضارات والحفاظ على ذاكرة الأمم. طيب، هنلاقي إن الكتاب العربي بشكل عام بيعاني من مجموعة من الصعوبات والمعوقات التي تحول دون الارتقاء بمهنة أو صناعة النشر. طيب، في مصر على وجه التحديد بتواجه صناعة النشر مجموعة من المشكلات التي تقف عقبة أمام نموها وتطورها نتيجة لبعض الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية السائدة. طيب، من أهم المشكلات دي مشكلة إيه يا شباب؟ في مشكلات في التأليف. أول حاجة في مشكلات التأليف ضعف مستوى التأليف والإبداع. تمام؟ حيث يتجه المؤلفين إلى التأليف في موضوعات هشة لا تسمن ولا تغني من جوه. تاني حاجة اتفاق بعض المؤلفين مع أكثر من ناشر لنشر الكتاب في نفس الوقت، يعني أنا اتفقت مع الناشر ده وده وده على نشر نفس الكتاب. تمام، وقد يكون ذلك راجع لجهل المؤلف بحقوق النشر. طيب، من ضمن المشكلات الخاصة بالتأليف أيضا اتجاه بعض المؤلفين للنشر الذاتي، اللي هو بيقوم بنشر إنتاجه العلمي على أحد منصات التواصل الاجتماعي أو على عن طريق المدونات أو عن طريق الوسائل الأخرى الخاصة بالنشر الذاتي. من المشكلات أيضا انتشار ظاهرة التزوير وإعادة طباعة الكتب وبيعها بأسعار أقل من نصف التكلفة. تمام، ليه بقى؟ لأن المزور لم يدفع في التأليف والإنتاج، مما يؤثر ذلك بالسلب على المؤلف ماديا ومعنويا وبيؤدي إلى خسارة النشر. تمام، طيب ده بالنسبة لمشكلات التأليف. مشكلات الإنتاج بقى، أول حاجة عدم الاهتمام بمستوى الإخراج الفني للكتاب والالتزام بمعايير ضبط الجودة في مراحل الإنتاج المختلفة، زي إيه مثلا؟ مراجعة الأخطاء، وضوح الرسوم، جودة الألوان، جودة الورق والطباعة وترتيب الملازم وهكذا. تاني حاجة افتقار المطابع إلى أحدث ماكينات الطباعة التي تتوفر فيها الجودة والسرعة والكفاءة. تمام، طيب، من أحد أهم مشكلات الإنتاج برضو إنتاج بعض الكتب دون الحصول على رقم الإيداع أو الموافقات اللازمة، مما يؤدي إلى صعوبة الضبط البيبليوغرافي للإنتاج الفكري المحلي وحماية حق المؤلف. ضعف الكفاءات الموجودة في إدارة الكثير من المطابع، وعدم الاعتماد على الكفاءات المتخصصة في إدارتها،
مما يتطلب توفير عدد من المتخصصين لإدارة المطابع. من المشكلات أيضا الخاصة بالإنتاج قلة أعداد عمال الطباعة نتيجة لقلة عدد المعاهد الفنية في هذا المجال، مما يستدعي إنشاء الدولة لمعاهد فنية لتعليم مهارات الطباعة الحديثة والاهتمام بإعداد كادر مؤهل قادر على الارتقاء بمهنة الطباعة. ارتفاع تكلفة إنتاج الكتاب مما يؤدي إلى ارتفاع سعره بما لا يتناسب مع مستويات دخل النسبة الأكبر من الجمهور وقدراتهم الشرائية. طيب، دي مشكلات تأليف، مشكلات إنتاج، في مشكلات تسويق وتوزيع. أول حاجة في مشكلات التوزيع والتسويق أو التسويق والتوزيع ارتفاع تكلفة الإعلانات خاصة في الصحف والراديو والتلفزيون، الافتقار إلى الدراسات التسويقية التي تكشف عن احتياجات الجمهور من حيث الموضوع والشكل والسعر وأماكن التوزيع، وعدم ممارسة التسويق العلمي الممنهج، استخدام الأساليب التقليدية للتسويق للكتب وبيعها، وعدم ابتكار أساليب تتناسب مع متغيرات العصر زي الاعتماد على التجارة الإلكترونية في بيع الكتب كما هو الحال في سوق دوت كوم وأمازون. طيب، ندرة منافذ بيع الكتب، مما يتطلب التوسع في إقامة المنافذ المختلفة لتوزيع الكتب وتوفير منافذ بيع وتوزيع بشكل منتظم يغطي جميع المناطق السكنية المستهدفة. بطء إجراءات تصدير الكتب للخارج، مما يؤثر بالسلب على محدودية انتشاره وتواجده في الأسواق الخارجية. تمام، ارتفاع تكلفة شحن الكتب إلى الخارج، حيث يجب أن توضع أسعار تشجيعية مخفضة لشحن الكتب، تمام، كما هو متبع مع باقي السلع الأخرى. عدم وجود خطوط نقل منتظمة للشحن البحري مع الكثير من الدول العربية لشحن الكتب إلى الخارج. عدم الاهتمام بإقامة معارض محلية، مما يتطلب تنظيم إقامة معارض باستمرار وفي أماكن متفرقة وتوفير خصومات مناسبة على الكتب. طيب، خدنا مشكلات تأليف، مشكلات إنتاج، مشكلات تسويق وتوزيع، مشكلات بقى الناشرين. عدم التزام الكثير من الناشرين بمعايير الجودة، عدم مراعاة اختيار العناوين والموضوعات الحديثة، إعادة إصدار الكتاب والإشارة إليه كطبعة جديدة، عدم دراسة السوق وقدرته على استيعاب الكتب الجديدة، عدم تشجيع شباب المؤلفين على النشر، الاقتصار على نوع واحد من الطبعات، المغالاة في أسعار الكتب وطلب هامش ربح كبير، العلاقة السيئة في كثير من الأحيان بين المؤلف والناشر، وتلاعب بعض الناشرين بالمؤلفين عند تسديد أرباح النشر. طيب، مشكلات أخرى أيضا خاصة بالمكتبات. تمام، حيث نجد أن الكتب أو المكتبات هي الملجأ المناسب للجمهور للقراءة في ظل ارتفاع أسعار الكتب. تمام، طيب، المكتبة بتوفر الكتب خاصة الكتب مرتفعة الأسعار وفقا لاحتياجات الجمهور، لكن من أهم المشكلات المرتبطة بالمكتبات هو تضاؤل أو تقلص ميزانية المكتبات وتخفيض الاعتمادات اللازمة لشراء الكتب نظرا للظروف الاقتصادية. تاني حاجة قلة أعداد المكتبات. تمام، حيث شهدت العقود الأخيرة تراجع ملموس في إنشاء المكتبات الجديدة، وعدم أو ندرة توفير أو ندرة المكتبات المتنقلة لخدمة المناطق النائية. طيب، في مشكلات أخرى مرتبطة بالمجتمع زي إيه؟ زي ضعف الإقبال على الكتب نتيجة لظهور الإنترنت وانتشار استخدامها بين الشباب، ارتفاع نسبة الأمية الثقافية بين المتعلمين وانخفاض معدل القراءة لدى شريحة كبيرة من الجمهور، ارتفاع نسبة الأمية في مصر والوطن العربي، العزوف عن القراءة لدى معظم أفراد المجتمع. تمام، واتجاه الجمهور إلى استثمار أوقاتهم في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ارتفاع أسعار الكتب بالنسبة لدخل الفرد والأسرة.
هنقول بقى نقطة مهمة جدا، وهي انه نتيجة للظروف الاقتصادية والثقافية والعلمية للمجتمع، فهنلاقي انه الكتاب غير ضروري بالنسبة لكثير من فئات المجتمع، عكس السلع الاخرى التي يقبل عليها كل او اغلب الجمهور. تمام؟ طيب، ده عرض سريع لبعض المشكلات المتعلقة بصناعة النشر، مشكلات تأليف، مشكلات إنتاج، مشكلات تسويق، مشكلات المكتبات نفسها، مشكلات مع الناشرين وهكذا.